بس لازم أتطرق لأمر مهم جدا وهو الموقف اللي حصل من حسين الشحات. طبعا نبص الكلام اختلف بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، ومش بس السوشيال ميديا، كمان على منابر الإعلامية المختلفة ومن زملائنا في القنوات المختلفة يعني. وأنا كنت امبارح قاعدة بسمع أكبر كم من التعليقات، كتير ناس قالت لك حسين الشحات تم استفزازه من هذا اللاعب بشكل كبير، ودي مش أول مرة يعني هذا اللاعب يتطرق أو يعمل حاجة زي كده، وهو ما دائما بيستفز اللعيبة وخصوصا لعيبة النادي الأهلي. فده ناس كانت بتتحدث بهذا الشكل. على الصعيد الثاني ناس كتير كانت بتقول لك حتى وإن ده حصل برضه ده حسين الشحات يعني بيمثل النادي الاهلي، فلا يصح حاجه زي كده، علشان هو حسين الشحات ولا يمثل وبيمثل النادي الاهلي، واكيد لا ننتظر حاجه غير كده. فعشان كده القرار اللي انا بقوله لحضراتكم كالاتي: قرار او قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي توقيع غرامه ماليه كبيره على اللاعب حسين الشحات بعد المشاده التي حدثت عقب مباراه اليوم. ده تصريح وبيان رسمي من النادي. زي ما بقول لحضراتكم احنا ما بنقراش حاجه غير لما بتكون بصيغه او بصوره يعني رسميه.